وجدان مفتوح العين بالتوازي الثلاث جوانب تنمو شخصيته بنمو متكامل كلهم ثلاثة. بمعنى ان الوزارة او القائمين على وضع المناهج طوروا فيها دلوقتي المناهج ما بقتش زي الاول مركزة على محتوى علمي فقط، اللي عايز يعرف معلومة يخش يحطها في الامتحان بعد يوم ولا اتنين نجح جاب درجة عالية ولي الامر فرحان، العيل طلع بره يسلك سلوكا خاطئا. بنشوف دلوقتي دكتور طبيب مسؤول عن ارواح ناس بيغش وبيكذب وماسك جسم المريض بيعمل فيه اللي هو عايزه علشان الجانب المادي بس ياخده منه. بنشوف مدرس في المدرسة شغله 20% بس وموفر 80% لشغله بره للدروس علشان الجانب المادي. بنشوف مهندس بيبني عمارة مسؤول عن بناء كباري وعمارات ومصالح المفروض انها تكون آمنة. كل الناس دي المهندس هو بنلاقي ان هو بعد اسبوعين ثلاثه نسمع ان العماره دي وقعت، ان الكوبري الفلاني اتعمل بطريقه خاطئه، ان مهندس ثاني عنده ضمير كشف المهندس اللي قبل منه. كل انصبابنا على الجانب المعرفي فقط خاطئ. الطبيب والمدرس والمهندس اللي انا اتكلمت عنهم اتعلموا تعليم خاطئ. انا جبت النهارده عيل مثلا عندي في المدرسه اديت له يا اولاد طلعت الاول على المدرسه في نتيجه امتحان واديت له جايزه وكرمته قدام كل التلاميذ. في نفس الوقت بعد ما كرمته هو طالع الوقت هو خدت بالكم لقيته عمل ايه؟ لقيته شد لحم من الحته اللي تحت. لقيت بعد يومين هو نفس الواد اللي انا كرمته ده هو متخانق مع عيل ثاني بره وجايب مصيبه ده. اذا المشاكل اللي بتحصل كلها دي من اهتمامنا بجانب واحد فقط هو الجانب العلمي. المنهج والمدرس ولي الامر المفروض يهتم بتنميه جوانب شخصيه الطفل تنميه متكامله. المشاكل اللي حصلت مع اولياء الامور في المدارس الثانيه لها طريقين اثنين هنسلكهم عشان الحل. الطريق الاول انا اتكلمت مع مدير المدرسه، اتكلمت مع المدرسين، اتضح ان الناس بتقول ابني كويس ماشي في التعليم كويس، ده واخد درجات كذا، ده حاصل. المدير بيقول والاساتذه بيقولوا في النهايه لقيت انا الواقع كده خالص. بس احنا كلنا اغفلنا حته هي ايه في الولد ده. هو اغفلنا ان كل مدرسه دلوقتي فيها اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي. ممكن تكون مشكله الولد ده والتلميذ ده مش عند المدرس ولا مع المدرس الفلاني ولا مع اداره المدرسه. ممكن تكون مشكله شخصيه خاصه بالطفل هو يعاني منها. احنا ما عرفناش نحط ايدينا على المرض عشان نكتب الدواء. الطبيب الشاطر الناجح اللي لازم الاول يحدد فين المرض. لو حدد المرض فين يعرف يعالج. ما حددوش او هيديك في دواء وجرب وما خفتش يغير وهكذا. فدي دعوه لينا كلنا اولياء الامور ان كل مدرسه فيها اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي. ابني عنده مشكله معينه علميه ثقافيه اي مشكله خالص انا بروح للاخصائي الاجتماعي. الاخصائي الاجتماعي هو دارس ومتعلم ازاي يحل المشاكل دي. لو فيه عيل عنده عنف ازاي يحله؟ ازاي ياخده ويروضه ويخليه هادي؟ الاسد بتروض، انت مش هتعرف تروض الطفل الصغير، هتعرف تروضه لو احنا حطينا ايدينا كويس على المشكله هنعرف العلاج بتاعها. في اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي في كل مدرسه، خدت بالكم؟ لو هنلجا ليهم بقول بنسبه مثلا 70% الاخصائي النفسي هيقدر يحل المشكله مع ولي الامر، مش هيقدر يحلها لوحده. هو مش هيقدر يحلها. ماشي اتفضلي انت قولي لو عايزه تقولي حاجه. مش عارف.
عموما يعني ممكن ممكن يكون لها اسباب كتير زي الاستاذ زي الكوره، ممكن تكون صداقته مع عيال تاني هي اللي عملت، ممكن مفيش سبب منك انت ولا من ابوك ولا من البيت، ممكن يكون سبب من صداقته مع اولاد تاني. ماشي، ده بالنسبه لحلول بعض المشاكل الخاصه بالتلاميذ. حبيت انوه الى اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي، دول لهم دور اساسي باعتبار حضراتكم. نقطه ثانيه برضه انوه عليها خاصه باولياء الامور نفسهم. مدرسه ابتدائيه الابتدائيه بنين حصلت على اعتماد متوازي بالنسبه للمدرسه في 2011 ومستمره ان شاء الله في نفس الاعمال والانشطه التي تكون السنه دي ان شاء الله. احنا محتاجين طبعا زي ما حضراتكم عارفين ومشاركين في خطط التقديم الذاتي وخطط التحسين والمتابعه واعداد الملف النهائي لاعتماد الطلبه وجمال الاطفال. فبالنوع حاليا زي ما حضراتكم دربتوا قبل كده معانا في وحده التدريب الخاصه بالمدرسه، وحده التدريب بالمدرسة ليس مقتصرة فقط على المعلمين ولا على التلاميذ والطلبة فقط، ولكن لها دور أساسي أيضا لأولياء الأمور. الاستبيانات اللي احنا وزعناها عليكم وكتبتوا فيها آراءكم بالنسبة للتدريبات اللي انتوا عايزين تتطرقوا عليها، احنا مش عايزين حاجة وعايزين نشارككم ودوركم دايما في المدرسة عشان نكمل مشوار الجودة اللي احنا بدأنا. مش معقول بعد ما اشتغلنا شوط طويل فيه المدرسة حديثها رياض الأطفال بإذن الله هتفوتي بمشاركة حضراتكم. وحدة التدريب لها مجالات كتيرة، ضلية أمر معين عايز لوحدة صحية معينة يتدرب عليها إسعافات أولية مثلا، فبيتقدم هنا المدرسة وطلب وحدة التدريب إن أنا عاوز أتدرب يا جماعة. وحدة التدريب بتجمع من أولياء الأمور الاستمارات دي وبتعمل لقاء بتدعو طبيب الوحدة الصحية تعالى كلمنا عن إنفلونزا الطيور، تعالى كلمنا عن الإسعافات الأولية، عايزين نتطرق على خطة أمن وسلامة وخطة إخلاء لبيت أو منزل أو المدرسة في حدوث حريق أو زلزال. أتباعكم بإذن المدرسة مش محتاجاكم عشان مشاركتكم ليها، بس المدرسه كمان بتقدم خدمات ليكم، خدمات ايضا خاصه بالاقتصاد المنزلي بالنسبه للستات. معلش احنا عندنا مدرستين اثنين متخصصين في مجال الاقتصاد المنزلي، اللي عايز اي شيء في اعمال الاقتصاد المنزلي ومش عارف تعمله ما تنكسفش تيجي تقول يا ابن فلان بس كان لو سمحت انا عايز اتطرق على كذا، بقول لها حاضر على الادوات هي متدربه في المجال يعني. فالمدرسه فاتحه ابوابها وبترحب بالجميع صغيرا وكبيرا، ابا واخا واخت. والتكمله مع الاستاذ الفاضل مدير المدرسه. حد عايز سؤال ثاني؟ أنا عم فكرة يعني هو خلاص بس بيديني حاجة هو عندي بيحفظ. احنا عندنا في البيت هو مهتم باللعب، عندنا في البيت بقى عايزين ايه؟ مش عايزين هدوء، ده انا اعتمد عليه ان انا اذاكر له وهم يقول لا ما دام عندي لعب سيبه يلعب. فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي، عندنا في البيت قاعدين هو يلعب وهم يطلع وانا عايزاه ما دام هو عندي يعني نزل ان هو ايه مثلا حفظ الصوره دي مرتين اثنين تفصل يا حفظ ان شاء الله يعني. بس انا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي وانا مع الطفل ومع البيت مدلعين مش عايزينه ايه اضغط عليه. فانا من ده عايزه ايه؟ عايزاه يتعلم ايه؟ فمش عارفه اعمل ده. هو زي الاخت ما بتقول فترة الطفولة بالذات المبكرة دي فعلا بيبقى الطفل عنده استعداد للتلقي، ولو ما حفظش وهو صغير هيبقى صعب يحفظ وهو كبير. هي ابنها عنده استعداد يحفظ مرتين اثنين، يعني ما شاء الله مرتين اثنين يحفظ، فدي موهبة لازم تشتغل عليها.
لازم الموهبه دي تستغل، يستغلها الاب والام وتستغلها الروضه والمدرسه تستغلها. لان احنا عندنا برنامج هنا وماسكه الاخصائي الاجتماعي اسمه رعايه المواهب، رعايه التلامذه الموهوبين. دي موهبه، كل واحد من مرتين دي موهبه لازم تستغلها كويس. انا ما بقولكيش في بيه ما يلعب ما تخليش يلعب، لا اديله قسط من الراحه، الراحه دي يلعب بس مش يلعب يجيب طول النهار يلعب، او من ساعه ما يروح من الروضه يلعب ويدخل لك العيش وانت سايباها بره، لا اول ما يجي اكليه شربيه كده وابدأ يقول انت خدت ايه النهارده زي الشيخ مريم، خدت ايه النهارده، افتح شنطته شوف خد ايه. طيب اللي انت كتبته ده عارفه ولا انت ناقل بس؟ شيل الكتب والشنطه رايح جاي بس، رايح من الحضانه جاي من الحضانه، لا اشوف فعلا تستوعب ولا لا. ايه واجباتك بكره؟ واجباتك ايه بكره عشان المس ما تضربكش وما تعبكش؟ ايه واجباتك؟ هقول لك المس قال لي اعمل واعمل واعمل واعمل. قول له طب يلا نعمل واجباتنا الاول. احنا ما ناجلش عمل اليوم الى الغد، مش عارفين ايه اللي هيحصل الليله دي. احتمال الكهرباء تقطع، ما نعرفش نعمل الواجب فلا نعمله دلوقتي. ابدا استغليه واحده واحده كده. لما تلاقيه هيبدا يمل ولا ممكن بقى تهويه شويه. شويه كده وتعالى. بس برضه زي ما الشيخ بيقول يلعب مع مين؟ يختار اللي هيلعب معاه، لان الاولاد يا جماعه اقسم بالله بيقولوا الفاظ هنا لا ترضي الله ولا رسوله. اكن العيال دي جايين فعلا من الشارع. بنت في سنه ثانيه قالت لفظ مشير في وسط البنات. ده اتعلمته فين؟ احنا ما علمناهوش. طبعا البنت نالت جزء من العقاب، طبعا العقاب ده بنت في سنه ثانيه، العقاب اسمه توبيخ. اشد عليها، اذنتها، لازم اعرفها انها عملت غلط قدام الولاد، ان الكلام ده عيب. ولي الامر ده بيجي بقى من البيت وبالذات الام. بنت ازاي تذنبوها؟ ازاي تعاقبوها؟ يا ست اسكت، سيبينا نشوف دورنا، سيبينا نقدم رسالتنا. هل انا ارضى واسكت على هذا السلوك؟ لو انا سكت خلاص اصبح مباح، زي الشيخ ما بيقول اللي انت مش عايزاه ابنك يعمله ما تعمليش قدامه، لان مقلد سمع حاجه ولاقي اللي حواليه راضيين عنها خلاص ضحكنا. اشتم خالك يا ولد، اشتم عمك، شتم وكلنا بنضحك. يا سلام الواد صنع الذره، عمل المستحيل، خلاص اصبح الكلام ده كلام عادي. يشتم هنضحك ونشجعه، هيجي هنا يشتم احنا مش هنرضى. المدرسه هتقول له بس اللي الاسره راضيه عنه احنا مش راضيين عنه. اصبح في ايه؟ في فجوه بيني وبين الاسره والمدرسه. لازم تبقى الاسره والمدرسه على خط واحد. اللي احنا بنقول عليه صح، البيت يقوم بامين صح. خلاص؟ يعني اللي ما يقولكش الميس جالك كذا كذا لا 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 لا، الميس تعرف حاجه. لا الكلام ده يا جماعه كلام خطا، هيشتت فكر الطفل. اللي والد الميس جالك لي اعمل واعمل واعمل واعمل. خلاص تمام. انا هتابعك في اللي الميس جالك لي عليه. الميس جالك لي ما تنامش الا لما تعمل الواجب. يا اخي نام الصبح بعد. طب ما كده هيحصل ميس. نام يا اخي الصبح، يعني ايه؟ الصبح هنعمل الواجب ده؟ لا يا جماعه اللي يقول لك الميس جالك لي عليه هو ده واجب التنفيذ. لازم يكون على خط واحد. لو بقينا على خط واحد، اوامرنا واحده، نواهينا واحده، هيطلع طفل طفل سوي. هيطلع سوي، مش هتلاقيه مختل، مش هتلاقيه يقول الكلام العلمي. ف لسان الطفل بيعبر عن ايه؟ عن اللي بيسمعه في الشارع او اللي بيسمعه في البيت. ماشي؟ ما جابش حاجه من بعيد، هنا احنا ما بنسمعش بالغلط هنا. حتى في الحوش، قول للعيال في الطابور انا ودني معاك، بنزل في وسطهم في الفسحة، بنزل في وسطهم، لفظ خارج عن الادب بجيب صاحبه، انا بعاقبه بنفسي. لو كان طفل كبير بعذبه بعذبه يعني. طفل صغير بعنفه اذنبه، ده كلام ما ينفعش. حتى الام لو تيجي انا برضه بس تعبت الام اللي جت، ابني يتعاقب ازاي وابني؟ لا يا جماعه احنا عايزين نكون على خط ايه؟ واحد. ماشي؟ اي سؤال تاني؟ عايزك اشوف
كلها ما تشديش عليها، بيعمل اللي هو عارف، هو بابا متوفي يعني هو هيعمل ايه يعني مش عارف. انا عايز اعرف يعني ورايا ايش التعليم، التعليم يعني هو ده يعني حرام ولا حلال؟ يعني هما جابوا الطفل اليتيم لا يضرب ولا يهاجم، بس انا ما بعملش فيه حاجه غلط، انا بشد عليه ان هو يطلع انسان كويس ويبقى متعلم ومنحرف في التعليم في البيت، بس في البيت طبعا احسن خالص. لا هو يتيم مش معنى ان هو يتيم ان احنا نقول لا ده يتيم، لازم كلنا نتأثر ونشوفه يخرج ونتفرج عليه. هل هو ده الادب؟ ابدا. ده الظالم والانصر اخاك ظالما او مظلوما. طب الظالم ده هنصره ازاي؟ الظالم تنصره ازاي؟ تمنعيه عن ظلم، ده نصرة لها. فالطفل علشان تعلميه لازم تشديه، لازم تأدبيه، لازم توجهيه، سواء كان يتيم او مش يتيم. مش عشان يتيم هتغلط وشوف الغلط واسع، لا 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 لا، لو شفت الغلط وسكتت زي ما قلت قبل كده الغلط هيتكرر وهيكون غلط اكبر. فيتيم كلنا نعطف على يتيم، كلنا نمسح على شعر على راس اليتيم، كلنا نرحم اليتيم، وكلنا نعلم اليتيم ونربي اليتيم ونوجه اليتيم. يعني توجيه مع عطف. هل يتيم لعبد لما يغلط ما تضربوش ما تعاقبوش؟ لا عطف. وبرضه هترك الحكم الشرعي ده للشخص ولا راي غيره. يظهر حب كليبلك ببعض عطف، لأن في أيام الخلافة الفاطمية كان القاضي ما كانش فيه ورق، حاكم قدامه، حاكم قدام القاضي والقاضي يحكم باللسان. فكان في استحالة العشرة ما بين الرجل وزوجته، فحكم القاضي بالتفرقة بينهم. قال مالك يا حاج معاك؟ القاضي حكم بالتفرقة بين الرجل وزوجته في حالة العشرة منه، فكان بينهما ولد. فحكم القاضي بأن الولد لأبيه، فقالت الأم لا، قالت أنا عايزة. فالقاضي يعمل إيه؟ قال إنه حكم الولد، محتاج يديه لأبوه ولا يديه لأبوه؟ طب والعمل ايه؟ اللي حكموا الولد يختار ابوه ولا يختار امه؟ فاختار الولد اباه. الولد اختار ابوه على امه، روح مع ابوك ولا مع امك؟ روح مع ابوي. فالست طلعت ناصحه، قالت له يا سياده القاضي ساله لما اختار اباه، ساله واختار ابوه ليه؟ فقال له ايه انت اخترت ابوه؟ قال له لان امي تحملني على كتفها الى الاستاذ ليحفظهم القران ويضربهم، اما ابي فيتركني العب مع الاولاد. شوف فغير القاضي حكمه، قال لامه اللي تاخد الواد اختار مين؟ يبقى اذا لازم يكون في ثواب عقاب. انا بحب اليتيم، عشان بحب اليتيم لازم يكون في ثواب وايه؟ وعقاب. مش عقاب انك تضربيه ضربه انك لا، ثواب وعقاب اما بالماديات واما ضرب، بس ضرب برضه ايه؟ برضه خفيف، لكن ما تتركش. تقول لك ده يتيم ما تضربيش، لا حبك ليه؟ اضربي. انا ما اضرب ابني عشان الكتاب، بحبه ولا بكرهه؟ ده حب ليه؟ ضربك مش حب ليه؟ مش ضرب كوره. فضربك لابنك ضرب خفيف كده وهدديه، خصمين بلاش ضرب، هدديه بالايه؟ بالخصام. مره في مره هيجي منه صالح حاله ان شاء الله، وربنا يصلح حال اولادنا جميعا يا رب. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد طبعا هذه الوجبة تسمع من الأستاذ مصطفى والأستاذ طه والأستاذ عبد السلام، أنا هتكلم في موضوع بعيد خالص أو شكل بعيد خالص عن ناحية كده. طبعا الأستاذ مصطفى تكلم فيها من ناحية قضية الأستاذ محمد طه، هتكلم بس على بلغة بسيطة برضه سهلة كده على علاقة الطفل دور الأسرة ودور الأخوات المعلمات والتلميذ. طبعا التلميذ طبعا اللي معنا دول يعني تقريبا ما بيستفادوش من الندوة، إن هم عايزين لعب ومرح والكلام ده لا يعنيهم أو الكلام
هم مش فاهمين. يا اولاد بصوا كده معايا هنا شويه. هتكلم الاول اطفال، هتكلم لكم الاول خلاص؟ هتكلم الاطفال الاول. المفروض انت عندنا في المدرسه ايه في باب الاطفال؟ جوده كده؟ جوده. عندنا ايه؟ عندنا جوده في المدرسه. يبقى الاطفال دول لازم يكون كم ورا؟ اتفضل اتفضل اتفضل.